لماذا تتقهقر الجزائر في ترتيب مؤشر الفساد العالمي؟ سؤال يطرح اليوم في ظل تراجع رهيب لبلادنا في التصنيف الذي تعده منظمة الشفافية الدولية. ورغم خلق هيئات ذات صلاحيات واسعة وسن قوانين رادعة لمكافحة الفساد، لكن التشريع يبقى عاجزا عن محاربة الظاهرة. قانونيون يعترفون بواقع الفساد لكن يشككون في الترتيب الذي منح للجزائر. الجزائر في سنة 2006 صدرت قانون خاص يتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد اللي هو القانون 06-01، وتضمن هيئتين للوقاية ومكافحة الفساد اللي هي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتابعة رئاسة الجمهورية، وكاين الديوان المركزي لقمع الفساد وهو هيئة يعني ميدانية مكلفة بمهمة البحث والتحقيق في جرائم الفساد. إذن أخلص وأقول لك أن هذا التقرير بالغ في ترتيب الجزائر، فيه فساد في الجزائر، موجود قضايا الفساد في الجزائر، التشريعات الجزائرية عاجزة عن مواجهة ظاهرة الفساد، ولكن ليس بالترتيب الذي صنفته هذه المنظمة. استفحال ظاهرة الرشوة في بعض الإدارات الجزائرية وامتدادها لمؤسسات اقتصادية أخرى شوه الصورة العامة للبلاد وأعطى الانطباع بأن الجزائر متأخرة كثيرا في الشفافية. لكن إذا ما قارنا الجزائر ببعض دول الجوار فهنا يكمن التساؤل. هذا الترتيب في تقدير المتواضع غير محايد ومبالغ فيه. لما تنظر للرتبة اللي كانت تحتلها الجزائر في سنة 2016 في الرتبة 86، ثم يقهقرها هذا التقرير في المرتبة 112. فلما نقارن ترتيب الجزائر بترتيب إحدى الدول المجاورة في الضفة الغربية من حدودنا، يعطيك بأن هذا التقرير وهذه المنظمة ليست محايدة. فالفساد المنتشر في المملكة المغربية أضعاف مضاعفة الفساد المنتشر في الجزائر والتونس. بين واقع الفساد ومصداقية الترتيب، تبقى الجزائر تعاني مع الظاهرة التي ضربت العديد من القطاعات الحيوية، ويبقى القضاء أمام تحدي مواجهتها في ظل توفر القوانين الردعية.